هذا أبو محمد من أبها يقول: فضيلة الشيخ صالح، نرغب توجيه كلمة حول تهاجر الأقارب والنصح لهم. قطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فساد ذات البين هي الحالقة، أقول تحلق الدين لا تحلق الشعر، فهي عظيمة، القطيعة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.